اليوم يوم البيئة الوطني، مثل ما نعرف هناك يوم تم تحديده من قبل وزارة المياه والبيئة، وزارة البيئة والمياه، واللي هو تاريخ 4 فبراير. هو هذا اليوم الخاص بالاحتفال بهذه المناسبة. مثل ما نعرف أيضا أن تم رعاية هذا اليوم من قبل سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2011. قام برعاية هذه الاحتفالية لمدة عامين متتاليين 2012 و2013، وكافة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة المنوعة في دولة الإمارات، وأن كانت البيئة الزراعية الحيوانية أو بيئة المياه وغيرها من المحميات الطبيعية وغيرها أكيد من البيئات المنوعة الموجودة في دولة الإمارات. نتعرف أكثر على المؤتمر الصحفي اللي تم إطلاقه اليوم للتعريف بجدول احتفالات يوم البيئة الوطني من خلال هذا التقرير. برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تنطلق فعاليات يوم البيئة الوطني 16 في فبراير المقبل تحت شعار الصحراء تنبض بالحياة، بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية والوطنية والخاصة، وتتضافر خلالها الجهود لحماية المناطق البرية في الدولة والدعوة لتنمية مواردها الطبيعية والحفاظ على تنوعها البيولوجي بما يكفل استدامتها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة البيئة والمياه في منتجع باب الشمس بدبي، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين وحشد من الإعلاميين. نحتفل هذا العام 4 فبراير بيوم البيئة الوطني 16 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. هذه الرعاية تؤكد يعني اهتمام القيادة الكريمة والرشيدة بالبيئة، واعتبارها مكون أساس من دولة الإمارات، وأعطاها الأولوية بخطط الحكومة الاتحادية. كذلك احتفال بهذه المناسبة هي فرصة لإبراز الجهود التي تبذلها كافة الجهات الاتحادية والمحلية، الجهات في القطاع الخاص والقطاع الأهلي، وكذلك مساهمة جميع شرائح المجتمع في المحافظة على البيئة وتنميتها وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات. يوم البيئة الوطني هي فرصة لإبراز الجهود وكذلك إبراز هذا الإرث العظيم وإرث طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان رجل البيئة الأول الذي أسس هذه الدولة على أركان أساسية تحتل البيئة حيز مهم وكبير من هذه من مكونات هذه الدولة. إن اختيار وزارة البيئة والمياه شعار الصحراء تنبض بالحياة ليوم البيئة الوطني 2013 يأتي انطلاقا من الاهتمام بالمحافظة على مختلف أنواع البيئات في الدولة، ومنها البيئة الصحراوية التي تعد البيئة الكبرى وتمثل كغيرها من البيئات جزءا مهما من تراثنا وتاريخنا.